وانا لسه ما لمسته صح مو شرط راح احس بضغط في عرضه لان دست وضغط وضغط صح قيدي فست بس بيدي بستر حطه في جام ذا حلف ما يرد قبل ما نزل دس مسحبه الارض يجمع مزحي على اساس انها فضيحه وكذا فنطل يا ابني انت فيديوهاتك ملقيها واذا تحسب لاقي زله ما انت فارق اخرتك غزاله مهما تتبكبك في الميديا بتبقى كتابتك زباله وحالتك في حاله تغلط على الوالد ما بسوي مثلك والله الشي هذا رجع لك حتى ردودك زي الزفت بس مجبور تقلب بشاتي ما تقدر تشحد اني كاتب والجمهور يعرف كلماتي بتقنع مين انها تلفيق وفبركة والله انت كاي واذا الصور ذيك فتشب يعني الفيديوهات اي اي تحارب الراي اول فك نفسك من حربي تدلع غير يتولع ذي كلماتك ولا هيفة وهبي تبغى تسمع خذها قاعدة عندي لما تسطى تبلع تكبر تبلغ لكن عندي تصغر تخضع تنسى تطلع تبغى تضغط مني اهبل وانا ماني معبرك وانت تشطح ترى الستوري بتنسي بس لساتي بتبقى توجع هذا عقلي ليتف شايف شاذي بيذب تخبط ام الاعدادات شمال تبى تشحت خش في عينك كنا ما شفناك يا جيكف دس في العيد وقال لك انه ضحى ما شاء الله كرياتيف ذا بيرفع لنا العلم حسب الندم قام يصرف راد وكان على اللي بدا غل من سنه شالوا جيسي بلا تستغرب اذا فجأة الدس انحذف ذا بيبلغ كان بيسمي نفسه ليركا بس للاسف قام مهبط كل فتره بالمستوى ارتفع ليفلات مستمتع اني شاد الخل بنفسه تعلم معتمد على استاذ ناس اني في الراب انا ضابط ميدان بيدي خارب بيته كثره مقاطع فضايحك بنسوي لك رابط ميجا اخرتك عندي حاطط على حم بوم باب فانك احنا مو اخصام تعب هيرو كتاب اسلام دانك حتى في البوستر مكلج عندك كل اغلاط طن اذا ما تدري في الاسلام عندنا الاعدام شنك والله الشرها علي صدق منك لف مقاسي 45 بعطيك شوزي تسكن فاضي انا ضربتك انا خوفتك انا دعستك انتم بلها اتخمن فيكم صعلوك لا قبلني بيطلب صلح اتعلمت ما نزل نفسي لا مباء لنا فيك شخصيا لي القرف بس فنيا على بيت حاضرك مستقبلك والماضي دنيء مهما انخرج ومن مستنقع يبقى واطي وبني